ودلوقتي بقى لو مستعجل هتعرف معانا أهم أخبار الرياضة في فقرة أخبار على السريع. كورة، مازيمبي يحتفل بمرور 80 عام على تأسيسه بحضور إنفانتينو. البوابة نيوز، الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في تونس. اليوم السابع، اتحاد الكرة، مباريات دور الـ 32 بكأس مصر بدون جمهور. الوطن، حسام البدري يقرر ضم 6 لاعبين من المنتخب الأولمبي. اليوم السابع، الزمالك يصل الكونغو وهاني زادة ينهي إجراءات الفريق بالمطار. البوابة نيوز، شوقي غريب يهدد استمرار حسام البدري مع المنتخب الأول. كورة، إنبي يطلب ضم عمار حمدي من الأهلي. الوطن، منتخب مصر يتراجع مركزين في تصنيف الفيفا وبلجيكا يحافظ على الصدارة. سوبر كورة، 22 لاعب في قائمة بيراميدز برحلة نيجيريا. الوطن، زعيم الثغر يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي. اليوم السابع، همام طارق يعرض على الإسماعيلي التنازل عن راتبه المشاركة في خليجي 24. البوابة نيوز، الأهلي يمنح مستبعدي مباراة النجم الساحلي راحة سلبية غدا. سوبر كورة، نزلة برد تمنع سعد سمير من المشاركة في ميران الغائبين عن رحلة تونس. في الجول، لويس إنريكي، راموس قد يشارك في أولمبياد طوكيو 2020. البوابة نيوز، المصري. كرة، كابوس البدري يعكر أمجاد الأهلي برادس. في الجول، الإسماعيلي، اتفقنا مع اللاعبين على خوض كل مباراة كبطولة خاصة. سوبر كورة، فايلر يجتمع مع طبيب الأهلي للإطمئنان على حالة رامي ربيعة قبل مباراة النجم. في الجول، مدرب أسوان، بيراميدز منتخب والتعادل معه مكسب.